ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم أمينة. How are you? This is your plan inshallah for this month. We'll continue memorization of Surah Al-Fajr from Ayah 12 inshallah till Ayah 20. Okay, listen to me. Bismillahir Rahmanir Rahim. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. Hey Amina, this is your plan inshallah. See you next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.